نشوف بقى جامعة زويل بتقدم ايه. دكتور محمود عبد ربه رئيس تنفيذي لمدينة زويل، دكتور مساء الخير. ماذا تقدم مدينة زويل وهي واحدة من أهم مدن العلوم والتكنولوجيا؟ ماذا تقدم من منح للطلبة المتفوقين؟ مساء الخير لميس هانم، وتحية لحضرتك وكافة المشاهدين، وبنهني أبنائنا طلاب الثانوية العامة على ظهور النتيجة وبنتمنى لهم كل توفيق. إحنا السنة دي في مدينة زويل بنقدم لطلاب الثانوية العامة المصرية المنح كاملة للطلاب الأوائل. عندنا حوالي 232 منحة كاملة للطلاب من الثانويه العامه ومدارس ستيم والثانويه الازهريه، وبنقدم منح جزئيه لابنائنا الطلاب المتفوقين اللي هم مش من الاوائل ولكن الحاصلين على درجات عاليه، او حتى كمان من الشهادات المعادله ايضا ليهم عندنا ممكن يقدموا على المنح الجزئيه. المنح دي تكلفتها قد ايه يا دكتور؟ بالنسبه للمنح ال 232 دي بتقدم ل الطلاب الاوائل من المحافظات المصريه، 2 من كل محافظه مصريه من العشره الاوائل. احنا عندنا 27 محافظه مصريه، وعندنا مدارس ستيم بنعتبرها محافظه، والثانويه الازهريه بنعتبرها محافظه، فكده 29 محافظه. كل محافظه ليها من العشر الاوائل منحتين كاملين، فيبقى كده عندنا 58 منحه كامله لاربع كليات. احنا السنه دي بنفتتح كليه اداره الاعمال بالاضافه لكليه علوم الحوسبه وكليه الهندسه وكليه العلوم. في تحول المدينه ومساهمه المدينه للتحول الاقتصادي القائم على المعرفه، فالمنحه الكامله ممكن توصل في الهندسه 144,000 جنيه، بالنسبه لعلوم الحوسبه 89,000 جنيه، علوم اداره الاعمال السنه دي احنا عاملين خصم 10% لجميع الطلاب بحيث توصل ل 80,000 جنيه. فدي كلها منح احنا بنقدمها للطلاب الاوائل وللطلاب كمان المتفوقين طبقا لمجموعهم اللي حصلوا عليه في الثانويه العامه. طب دي منحه للسنه الاولى فقط ولا دي منحه دراسيه لكامل السنوات؟ هي مدينه زويل بتؤمن ان مش فقط الثانويه العامه هي المؤشر الوحيد للطالب، لا ابدا، ولكن هي مؤشر معتبر ونحترمه جدا. الطلاب اللي هم ال 232 منحه كامله للاوائل دي احنا بنقول عليها منحه مدينه زويل، ودي كامله للطالب طوال مده دراسته في المدينه، ولكن الشرط الوحيد ان هو يستمر بمعدل تراكمي جي بي اي 3 اند اباف، يعني 3 على الاقل 3.0. ماشي. يس، ده اقل حاجه. ولكن بالنسبه للمنح الاخرى الطالب ممكن يلتحق مدينه زويل ويجتاز العام الاول ويجيب معدل ممكن يوصل لو جاب 4 من 4 بيحصل على منحه كامله 100% بقيه سنين الدراسه بتاعته. يعني مش فقط الثانويه العامه ولكن المجموع السنه دي، ولكن الطلاب ممكن الطالب يجتاز عندنا في العام الاول ويحصل على منحه تصل الى 100%، بتنزل بعد كده تبقى 35 او 45، منح جزئيه بنقول عليها. طيب الطلبه غير القاهريين، يعني مدينه زويل موجوده في 6 اكتوبر، لكن جايين بقى من المحافظات، وحضرتك قلت لي ان انتوا بتاخدوا 2 من كل محافظه، فيعني دول اقامتهم فين وازاي اللي هم سواء اللي هم حاصلين على المنح؟ يعني هو مدينة زويل احنا عندنا سكن جامعي، ودي من احد المزايا اللي في المدينة، رؤية الدكتور احمد زويل ان يبقى المدينة فيها زي ريزيدنسي كده زي طلاب كلية الطب اللي هو الطالب المقيم يعني. فاحنا في عندنا سكن جامعي بنقدم، بالنسبة للسكن الجامعي ممكن لبعض الطلاب بنتحمل تكاليف اقامتهم بعد دراسة الحالات الخاصة بيهم. وده طبعا بالاضافة ان في عندنا سكن آخر برضو قريب من الجامعة بأسعار معقولة جدا في مدينة حدائق أكتوبر. مين يعني كل سنة عندكم طلبة كمان بتاخد منح بره في الخارج؟ عدد اللي خرجوا قد إيه واللي حصلوا على منح خارجية قد إيه يا دكتور؟ هو يعني ما شاء الله زي ما حضرتك بتقولي كده، التعليم المتميز والهاي كواليتي اديوكيشن أو التعليم ذو الجودة العالية، حضرتك عارفه ان احنا معتمدين الحمد لله، حصلنا على الاعتماد من الولايات المتحده الامريكيه، من الهيئه الامريكيه لاعتماد برامج العلوم والهندسه، 4 برامج
حصلوا على الاعتماد من الهيئة الأمريكية كأول جامعة مصرية تحصل على هذا الاعتماد، وده بيبين مؤشر الجودة عندنا. حصلنا على المركز الأول مصريا والعاشر عربيا للعام الثاني على التوالي في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن. فده الطلاب بتوعنا على مستوى العالم بعضهم بيطلب حتى وهو لسه طالب منح للماجستير والدكتوراه خارج مصر، وبرضه بيساهموا في الصناعات داخل مصر، بينشئوا شركات خاصه بيهم. طلابنا موجودين، شركاتهم بيصدروا الان، بعض الشركات عندنا بتصدر لخريجينا، يعني بيصدروا للدول العربيه، منتشرين في كل دول العالم. فعندكم كام طالب خدوا منح بره يعني السنه دي يعني مثلا من خريجين؟ السنه دي تقريبا حوالي 40% من الخريجين بتوعنا حصلوا على منح للماجستير والدكتوراه مثلا. الاستكمال 40% ده رقم كبير، نسبه كبيره. لا ما شاء الله، يعني صراحه جامعه زويل عظيمه، ورحمه الله على دكتور زويل، ويعني بحييكم على استمراركم في هذه الرساله التعليميه المهمه الحقيقه. هو الحمد لله التشالنجز كبيره جدا، لكن احنا وي ار كيبنج الكواليتي، وبنحافظ على ان الجوده بالنسبه لنا يعني كواليتي فيرست، ده رقم واحد بالنسبه لنا. والحمد لله احنا بنستكمل رساله الدكتور احمد زويل، وربنا يكرمنا ان شاء الله الامور بتستمر. شكرا دكتور محمود عبد الرب، رئيس مدينه رئيس تنفيذي لمدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا.